السلام عليكم أصدقائي، أنا اليوم بشركة تندو تيك لصيانة أجهزة الكمبيوتر والموبايلات. طبعا اليوم راح يتم سحب اسم الفائز بالحلقة الخامسة من برنامج نجومنا الصحابي. طبعا الحلقة هي برعاية تندو تيك اللي أنا موجود فيها الآن. نظرا لتعذر أيضا وجود الأطفال في هذا المكان، راح أضطر أنا أسحب اسم الفائز. نتمنى يكون اللي يعني كل اللي شارك إن شاء الله يربح، لكن رح نختار بالاخير واحد منهم. تفضل استاذ. بسم الله. طبعا هاي الاسماء كلها بمصداقيه وكتبناها، عرفتوا شلون؟ ان شاء الله رح نسحب الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اطلعها طلعوا اثنين، وقف طلعوا اثنين، بنغير لاني نحطهم مع بعض اثنين. بسم الله. الرابح اسماء ايوه شهد الشام رابح حلقه الحلقه الخامسه من برنامج نجوم من الصحابه. شهد فيكم تتواصلوا معنا ان شاء الله على اليوتيوب والفيسبوك، وحظ اوفر للجميع، وان شاء الله بنشوفكم في الحلقات التاليه. لا تنسوا التعليقات والمشاركات. السلام عليكم.